انا ومعاكم دلوقتي الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه. بنرحب بيك على بوابه الهلال. اهلا وسهلا بيك. كنت حريص على حضور مسابقه افضل صوره صحفيه لعام 2017، رايك ايه في الاعمال اللي شاهدتها النهارده؟ انا الحقيقه فوجئت لاني ما كنتش اتصور ان المستوى رائع ومبدعين. انا شفت الشباب المبدعين اللي هم دول مستقبل الصحافه والاعلام المصري، قدموا صور الحقيقه، يعني الصورة في حد ذاتها موضوع، زي ما قلت لهم يمكن القلم يصنع رأي لكن الصورة بتصنع رأي وبتصنع ثورة، بتصنع مجتمع وبتصنع ضمير أمة. أنا سعيد جدا وبعتبر دي فعلا يعني أجمل ابتسامة بنختتم بها عام 2017، إن الأجيال الكبيرة دي من المبدعين الفنانين موجودين بهذا الحجم. على فكرة مصر فيها شباب كتير قوي وشباب نفتخر بيه وشباب نعتز بيه، بس يا ريت ندور عليه ونخليه يتصدر المشهد لان ده ان الاوان اننا نعمل كده. ايه حقيقه الشائعات اللي تم تداولها الفتره اللي فاتت بخصوص بيع اصل من اصول المؤسسات الصحفيه؟ ما عنديش علم، يعني انا قلت في مؤتمر من يومين اننا لن نسمح ببيع سنتي واحد من اصول المؤسسات الصحفيه. عندنا خطه اصلاح انتهينا من الجزء الاول منها، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء فيها وزير قطاع الأعمال، وزيرة التخطيط، والمستشار الاتصال السياسي لرئيس الوزراء، وكيل أول وزارة المالية والهيئة الوطنية. واللجنة دي هتبدأ تحط البرامج والخطط اللي تم الاتفاق عليها موضع التنفيذ وإزالة العقبات. وأنا بشكر الدكتورة هالة السعيد لأنها بذلت مجهود كبير جدا معانا في الفترة اللي فاتت. اخيرا، متى تنتهي خطه اعاده هيكله المؤسسات الصحفيه؟ احنا هنبدا، بس هي لها حد زمني 3 سنوات، قلنا 3 سنوات، بحيث ان المؤسسات يعني يبقى في توازن بين ايراداتها ونفقاتها، ويبقى عندها مشروعات استثماريه تستطيع بها ان تستمر وان يكون لها وجود قوي.